ينضم إلينا من شيان أو شنياغ الصينية مراسلنا جاد رعد، وأيضا من بلباو الإسبانية معاذ حامد. أهلا بكما. نبدأ من الصين مع جاد، وآخر التطورات فيما يتعلق بالإصابات الجديدة، هناك ثمانية إصابات جديدة، منها لأناس قدموا إلى الصين من الخارج، وهناك تسجيل إصابات محلية داخل البلاد. جاد، نعم، بخصوص الإصابات في ووهان، السلطات المحلية في ووهان تقوم بمسح لكل سكان المدينة من صينيين وأجانب، وعددهم يفوق ال 11 مليون، وهؤلاء سوف يكون يمرون على الفحوصات البي سي آر خلال 10 أيام، وذلك لتحديد خريطة الأشخاص المصابين دون عوارض. يذكر أن المدينة التي فتحت منذ 8 أبريل لم تسجل عدد إصابات من ذلك اليوم، ولكن الإصابات التي سجلت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وهي 6 إصابات، وهي الإصابات الستة الوحيدة حاليا في مستشفيات المدينة. هذا يعني ممكن أن يكون خطر، يشكل خطر مع الأيام المقبلة، خاصة بأن الحياة عادت إلى طبيعتها من مدارس وأسواق، وحتى الدور الثقافية من سينما كلها تفتح، وبالتالي كان ضروريا يعني لتفادي هذه الأزمة تحديد الأشخاص بتحديث هذه المعلومات، وبالتالي خلال 10 أيام سوف يقومون بإجراء فحص البي سي آر ل 11 مليون نسمة في ووهان. نعم، من ناحية دعني أخرى، ما يعني الحل الآخر المطروح، نعم نعم أكمل، تفضل. نعم الحل الآخر الذي كان مطروحا هو ما حصل في شمال شرق الصين، وهو إرسال معدات وطواقم مختصة مع فحوصات للحمض النووي. هذا ما حصل في سوهان، وهذا يعني فجر اليوم انتقلت هذه الفرق إلى المدينة المجاورة جيلين، وهنا ويعني هنا طبيعة الاختلاف، لأن فحص الحامض النووي هو يعطي نتائج أكثر دقة، ولكن هو بحاجة لوقت أكثر، وبالتالي هنا يجب التمييز بين فحص الحامض النووي الذي تستغرق نتائجه أكثر من 12 ساعة وهو دقيق جدا، ولكنه لا يسمح بفحص عدد كبير من السكان. يعني في مدينة سوهان فحص حوالي 5000 نسمة، ويعتقد أن في جيلين سيكون العدد مشابه، ولكن نحن في ووهان نعم نتحدث عن فحص ل 11 مليون نسمة. نعم دعني أرحب أيضا بمحمد الغزو مراسلنا، أيضا ينضم إلينا هذه الأثناء من ميلانو الإيطالية. أهلا بك محمد. إلى إسبانيا وتحديدا إلى بلباو ومعاذ حامد، آخر التطورات معاذ فيما يتعلق بإعادة فتح البلاد، كيف تبدو الأمور؟ كيف تسير الأمور؟ هل هي بحسب التوقعات الحكومية أم مخالفة لها؟ نعم، في الحقيقة حتى الآن يبدو أن الأمور تسير إلى أفضل كما تقول الحكومة، وذلك مرده إلى الإعلانات الجديدة للحكومة حول الوفيات. اليوم مثلا سجلت رقما قياسيا في الانخفاض لم يسجل منذ بداية الأزمة، والحجر الصحي 100 ووفاتين فقط لهذا اليوم، إضافة إلى انخفاض طفيف في أعداد الإصابات. إذا نحن نتحدث عن تفاؤل حذر من قبل الحكومة. هنالك بقيت حتى الآن 3 مقاطعات رئيسية رفضت الحكومة دخولها يوم الاثنين القادم في المرحلة الجديدة، وهي مقاطعة مدريد ومقاطعة كاتالونيا وكاستيا وليون. هذه 3 مقاطعات رفضتها الحكومة. هنالك احتجاج شديد من قبل مقاطعة مدريد ضد الحكومة المركزية بسبب رفضها للدخول. الحكومة تقول أن مدريد يعني قد تقدمت أشواطا كبيرة في مجابهة مرض كورونا، لكنها بحاجة إلى المزيد من الوقت. حكومة مدريد المحلية تقول أن دوافع الحكومة سياسية، ولكن الحكومة المركزية ستقوم بتخفيف بعض الإجراءات بدءا من يوم الاثنين القادم على مدريد، إضافة إلى أنه سيسمح للحكومة المحلية للتقدم بطلب جديد للدخول، فمن المتوقع أن تدخل مدريد يوم الثلاثاء القادم. هنا مثلا في مدينة بلباو بعض الأسواق المحلية يعني افتتحت أبوابها ضمن إجراءات مشددة كما نشاهد خلفي، الناس يتجولون يشترون لكن يحافظون على المسافات الآمنة. في هذه الأثناء أو بعد دقائق من الآن سيقوم رئيس الوزراء
بيدرو سانشيز بإلقاء كلمته الأسبوعية المتعودة يوم السبت، وسوف يقوم بإطلاع الشعب على المزيد من الإجراءات التي تقوم بها حكومته، إضافة إلى نيته الطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل حتى نهاية جميع المراحل التي تقول الحكومة أنها مهمة لتخفيف الإجراءات للوصول إلى الوضع الطبيعي الجديد في شهر حزيران القادم. نعم، رئيس الوزراء الإسباني على ما يبدو في هذه اللحظات معاذ يلقي كلمته الأسبوعية، كما نتابع هذه الصور المباشرة طبعا التي ترد إلينا من إسبانيا تحديدا من العاصمة مدريد. انتقل إلى محمد الغزو. محمد، في إيطاليا إذن مرسوم جديد فيما يتعلق بالسفر من وإلى إيطاليا، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك إعادة لفتح الشواطئ أمام الإيطاليين، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الإجراءات الجديدة محمد. نعم، هذه الإجراءات تأتي في سياق خطة فك الإغلاق، هي المرحلة الثانية، نحن نتحدث الآن عن المرحلة الثانية. بعد يوم غد الاثنين سيتم فتح المقاهي والمطاعم ومحلات الألبسة ومكاتب السياحة والسفر وبعض المنشآت السياحية أيضا. ستعود الأمور أو الحياة على طبيعتها على ما يبدو هنا في إيطاليا، والمرسوم الذي تفضلت به وأصدرته الحكومة للعودة للسفر في الثالث من الشهر المقبل هو من ضمن سياق الخطة الثانية لإعادة فك الإغلاق. أيضا على ما يبدو أن هذه الخطة وإعادة فك الإغلاق شجعتها الأرقام الصادرة هنا من إيطاليا، الأرقام الصادرة هي إيجابية للغاية، أعداد الإصابات تنخفض بشكل مستمر وبشكل إيجابي، وتشجع الإيطاليين للعودة إلى الحياة كما كانت، لكن بضوابط وبشروط أيضا حددتها الحكومة وشددت على أن هذه الضوابط والشروط من لم يلتزم بها ستكون منوطة بمخالفات ومنوطة بعقوبات رادعة جدا. وعلى ما يبدو بأن الحكومة ستقوم بإجراءات أخرى أيضا لمراحل فك الإغلاق تشمل قطاعات متنوعة وقطاعات مختلفة. إذن الأجواء هنا في إيطاليا كما نشاهد أيضا في الخلف، عودة لبعض الزوار إلى ساحة الدومو من وسط ميلانو الشهيرة، هذه المعلم السياحي الشهير. نلاحظ منذ يومين بأنه يوجد العديد من الزوار سواء الزيارة الداخلية أو بعض السياح الذين علقوا هنا، كانوا عالقين هنا في إيطاليا منذ بدء سريان الحظر والحجر الصحي الذي فرضته السلطات الإيطالية. إذن بعد يوم الغد ستعود الحياة بشبه طبيعي. نكتفي بذلك القدر محمد. إذن شبكة مراسلين أشكركم جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا لكم.